بسم الله الرحمن الرحيم. دي أول حالة معانا النهاردة، ده حد أضلت وجاي بيشتكي من هيدك وحاجات زي كده، فلقينا عنده هذا الليل. مين حابب يقول لنا ايه الليل اللي احنا شايفينه ده، او هنفكر فيه ازاي؟ يلا يا شباب، مين هيقول لنا ايه رأيه في الليجند ده؟ يا شباب، انا تاني طول الليل اقول يا شباب ولا ايه؟ هنوصف الاول ونشوف ايه اللي عندنا وهنوصل لايه دياجنوزس. يا عبد الله، خلاص ما حدش عاوز يقول، خلتنا الناس تقول. يلا يا عبد الله، يا دكتور، مع حضرتك ثانية واحدة اتفضل. عشان بس المايك مش واصل كويس، بس ثانية واحدة. طيب، على ما عبد الله يوصل المايك بتاعه. يا الاه، يا دكتور عايدة، ازي حضرتك؟ الحمد لله. ايه رأيك؟ هو في لفت فرونتال، تمام. سب كورتيكال، كورتيكال اند سب كورتيكال، ماشي. كورتيكال اند سب كورتيكال، مش عارفة تتقال اكتر space occupying lesion ولا ايه، abnormal signal يعني. انت ايه بس حاسة رأيك؟ ان دي نقطة مهمة، دي أول نقطة في النقاط، لأنه ده هيمشينا في سكتين مختلفتين. يعني لو قلنا كلمة سبيسيو كوبانج ليجن، يبقى احنا عاوزين نمشي الحالة في سكة ايه؟ تيومر يعني غالبا. تيومر. طب لو قلنا اريا اوف ابنورمال سيجنال، يبقى احنا عاوزين نمشي العين في سكة ايه؟ ممكن اسكيميا مثلا او كده. ممكن اسكيم. يبقى ده أول حاجة. ايه اللي بقى، ايه اللي ويز وايه اللي اجينست؟ يعني ايه اللي يخلينا نقول ان ده وانا حاسه ان هي area of يعني abnormal signal، لان مفيش mass effect مفيش ماس واضح. افكت خالص، ولا حتى على الصلصاي اللي جنبها ده. لو افترضنا، هنفترض بالعكس، ده الصلصاي هي مش افيزد قوي، بس ايه، بس مش واسعه يعني. مفيش ده، لو تيومر كان على الاقل الصلصاي دي تبقى افيزد، ماشي. لكن هي حتى الصلصال اللي حواليها ما هيش فيز. طيب وايه تاني؟ ايه تاني؟ وده ان هي ear of abnormal signal يعني، بالظبط. ان هي ماشية مع الكورتكس السلسوي والجيروي يعني. محافظة على الكورتيكال باتر، يعني الكورتكس اهو، يعني هي محافظة على البارينكما او الارتكتشر بتاع الكورتكس والسب كورتكس، ماشي. يبقى دي أول نقطة، لأن زي ما شفنا كده، لو إحنا هنمشيها في سكة تيومر، هنمشي في سكة سبيسيو بوكوباين ليجن، يبقى إحنا ماشيين في سكة التيوم. لكن لو قلنا إيريا أوف أبنورمال سيجنال، يبقى إحنا ماشيين في سكة تانية، ماشي. طيب هنكمل بقى في الكاركترايزيشن بتاعها. إيه رأيك؟ إيه السيجنال باترن مثلا بتاعها إيه؟ هي high of T2 و يعني ايزو يعني ايزو انتنسيف ال T1، وفي من جوه يعني area signal void كده. طيب ناخد حاجة حاجة. الحاجة الأولانية هايبر في التي 2، أوكي ماشي. في التي 1 يعني إيه أيزو؟ كلمة أيزو دي ترجمتها يعني زي، يعني زي البرين. لا أيوه. هي دلوقتي، لا هي هنا شكلها لو، بس هي كانت في الساجيتال مش باينة كده. يعني بتتغير يعني ولا إيه؟ يعني ما نحطها سهلة. لا، هي الفكرة إن هي هيتروجينس، يعني جزء منها لو قوي وجزء لو بس أقل شوية، تمام. واخدة بالك؟ يعني جزء منها لو قوي زي انا هنا مش عندي كده. ادرس دي ارقام يا بابا، ده ارقام، دي ارقام موبايلات غبي. بالراحة. طيب في حاجات لو قوي كده، وفي حاجات هي لو بس يعني أقل شوية. معنى كده إن دي حاجة جواها زي some sort of necrosis كده، حتة بقت نكروتك وحتة لسه. نرجع بقى لأن أنت بتقولي في حاجة جواها زي signal void، تقصد الحتة دي. مظبوط. طيب سيجنال فود ده في التي 2،
خلينا نقول دارك سيجنال، عشان اقول سيجنال فويد دي يبقى شايفاه اسود قوي، او اسود في اكتر من حاجه. ماشي. ما هي اسود في ال T1 وفي ال T2. طب هي في التي 1 اسود؟ هي دي مش اللي جنبيها. اوكي، لا اللي لا، هي جنبيها السي كده اس اف، عادي. اللي هي جنبها ده هنا السي كأنها اس، سيجنال زي كأنها شبه الوايت ماتر يعني. اكنها اوكي، شبه الوايت ماتر او انترميديا. طيب تحب تشوف ايه؟ قولي لي هات السيكونس الفلاني وانا اجيبه. ممكن نشوف كونتراست. هو ده فلير. ده هي فلير برضو هاي في الفلير برضو، والموست هاي بتروح في الفلير. الاثنين يعني. ما عملنا، لا والله عملوا كونتراست. يا سلام تأمور، بس يعني كنت احب ان انت كونتراست تشوفي قبل وديفيوجن، ديفيوجن وسسبتبيليتي. ده الكونتراست اهو مبدئيا اهو، عشان نبقى شفنا الكونتراست. ايه رأيك فيه في الكونتراست ده؟ هتوصفيه ايه؟ ما فيش كونتراست انهانسمنت. ما فيش سيجنيفيكانت، او نقول فينت، يا اما نقول ما فيش تمام. سيجنيفيكانت خالص، يا اما نقول فينت انهانس. طيب كنت طلبت ايه تاني؟ الديفيوجن ولا سسبتبيليتي؟ ده الديفيولن اهو، ده الديفيولن بتاعها هو في peripheral restriction كده. بريفرال مايلد ريستريكشن بالظبط. وده الايه؟ وفي طبعا ده blooming artifact جامد ده فيها في بلوم ال نيفر تفوت. اولا لو انت بتظبط بروتوكول فحص فحوصات بريم، لازم تعمل سسبتابيليتي ات ليست تي تو ستار. مش مقبول ابدا دلوقتي ان احنا نعمل فحص ام ار بريم، طبعا مش مقبول نعمله من غير ديفيوجن، ده من بدري خلاص، احنا عدينا المرحله دي من 10 سنين. احنا دلوقتي بنقول مش مقبول يتعمل من غير سسبتابيليتي او تي تو ستار. طيب ده يخلينا بقى نحط اول ديفرنشال دياجنوزيس لهذه الحاله ايه؟ موراجيك انفاركشن. مورالجيك انفاركشن. تقصدي ايه؟ ارتيريال وساب اكيوت لا، وحصل فيه هيموراجيك ترانسفورميشن. ما هو انت لما تقول لحد كلمه هيموراجيك انفاركشن، هو ده بيترجم عنده لكده نو ارتيريال يعني. ان هو ارتيريال وساب اكيوت وحصل فيه هيموراجيك ترانسفورميشن. لو انت قلت هيموراجيك انفاركشن وسكت، لا، مش هسكت، بس مش عارفة خليني. أقول إيه. لا إله إلا الله. يعني مش عارفة، يعني ده غلط، مش عارفة. ماشي ماشي، ماشي، انت هيموراجيك قلتي انفاركشن. هيموراجيك انفاركشن، انا بقول لك بقى يعني انت عاوزه تقولي لما انا، لو انا انت بتشوف الحاله دي وانا كلمتش، انا بكلمك على التليفون، فتقولي لي لا هيموراجيك انفاركشن، اقول لك ماشي. يعني تقصد ان هو ارتيريال وساب اكيوت وحصل فيه هيموراجيك ترانسفورميشن، بس انا عياني ما اتكاش الا النهارده الصبح. طيب، هو احنا المفروض مع السسبتبيليتي بنشوف اللي هو الفيز تقريبا، اللي هو نعرف منه ده هامرج ولا كالسفيكيشن. مش فاكره كان اسمه فيز ولا كان اسمه ايه، بس حضرتك كنت قايله انا لازم ابص عليهم بقى. لو انت شاكه ان هو مش بلاد، يعني لا، شاكه مش ان دي شاكه، ممكن بس يكون حضرتك كالسيفيكيشن، مش عارفه، بس حضرتك نطرتيني، نطرت يعني. وترتك. شكيت مش في هو ده نفسي يا بنتي انا، اللي حاسه بيحصل؟ مش هو ده اللي بيحصل في النباتيه، ان بتاع الاطفال بيجي يقول لك انت رايك ايه؟ تقولوا له ده هيموراجيك بقول له انفاركشن. ثانية واحدة هبعت لدكتور عايدة ارد عليك. ماله، انا شايفة ان هي هيموراجيك انفاركشن، بس لو هو العيان لسه مشتكي النهاردة الصبح بقى، يعني مش عارفة عندك بصراحة. تفسير يعني انه ده هيموراجيك انفاركشن في عيان لسه بيشتكي من 6 7 ساعات؟ هو كام سنة؟ طب العيان ده ماله، ايه الاسئله الغريبه اللي مالهاش دعوه بالموضوع دي؟ ده فينس كان عادي، ممكن يبقى فينس انفاركشن يعني. ممكن يبقى فينس انفاركشن، هي دي الاجابه، ان ده ممكن يكون فينس انفاركشن، او ده بالاحرى ده موستلي فينس انفاركشن. طيب هيقول لك يعني ايه؟ ابعت العيان تعملوا له ام ار بي؟ مش شرط يبان في الام ار بي، ليه؟ علشان دي حاجة بيريفيرال وصغيرة، طب فمش هتبان بشكل واضح. امال ايه اللي سببه بقى؟ لما الساينس انت بتقولي لي مش هيبان في الام ار بي، الام ار بي هيطلع نورمال، يعني الفينا لا، ساينسز انا حاسة مفتوحين. ان ده
يعمل سي تي انجو بقى. جيب لها سكرة بالكهرباء دي ولا ايه؟ يعمل سي تي انجو؟ اقتراح غريب. يعني ايه اللي هيبان في مش السي تي لازم انجو ومش ارتري، هيبان؟ مش فينس انجيوغرافي يعني. ايوه ده هيبين ايه بقى؟ يعني الساينس هتبقى ما يعني الام ار بي هيطلع نورمال انا والساينس قصدي ان مفتوحة. هو ممكن لو المين يعني ممكن ده يبقى يعني مش ساينس، ويبقى يعني سمول فين، فما يبانش بشكل واضح في الام ار في، ويبان في الانجيوغرافي، ولا ده ما فيش حاجة ما فيش حاجة اسمها كده، ما فيش طيب حاجة اسمها بيعمل كده. ايه؟ هو ده بالفعل الفينا ساينسز هتكون مفتوحة. لو ده فينا ساينس مقفول، هيبقى انهي ساينس اللي مقفول؟ زي ما مرنا هتقول لنا بعد شوية التريتوريز. يعني انا لما القى ليجل في الحتة دي وانا وصلت ان هو ساينس، ان ده فينس انف، وهدور بقى، ما هو المفروض الخطوة اللي بعدها ان انا ادور على الساينس اللي بتدرين الحته دي هتكون مقفوله. هدور على انهي ساينس هنا؟ اللي هو تقريبا هو فيه بيبقى ترولارد تقريبا، ولا يعني بعد هو كده هيروح على الترولارد السوبر ده ساينس؟ ساجيتال ساينس فين، هيروح على السوبر ساجيتال ساينس يعني. بالظبط. لو ساينس هنا تبقى سيبيور سالته، بيلاترال فرونتال ده بتاع السيبيور سالته، فاروح ادور على السيجنال بتاعت السبير سالفتا في التي 1، في الفلير، وفي التي 2، وفي التي 1 وذاوت، اشوف هل السيجنال بوينت دي بريزيرفد، يبقى اذا ما فيش ساينس ترومبوز. لو ما هياش بريزيرفد يبقى فكر في ساينس ترومبوز. طب هي هنا مفتوحه، يبقى ما فيش اي داعي. ده يا شباب ده السيناريو اللي بيحصل في النبطيات. احنا اتفقنا ان احنا في المرحله الجايه هنعمل الامرجنسي، الحاجات اللي بتبقى في النبطيه. ده السيناريو اللي بيحصل في النبطيه. العيان جاي بكونفولت، بيبعتهولك تعمل رنين، تقول له ان ده هيموراجيك انفكشن موست لفينس، يقول لك طب انا لازم العين تاني اعمل له ام ار في ولا لا؟ انت المفروض هنا تقول له لا، ما فيش انديكيشن للام ار في، ده مش هيبان. ده فينس انفاركت سكندري الكورتيكال فين ثرومبوزس، وده مش هيبان في الام ار في. طبعا مش نريكومند سي تي فينوجراف لانه برضه مش هيبان، ولو بان مش هيزود لنا حاجه في الموضوع. ماشي. تمام. على طول هو المفروض يموف للخطوه اللي بعد كده، لان هو يتريت العيان ده. ماشي. ده مهم جدا جدا ان احنا نعرف الكلام ده، علشان هو ده الواقع، هو ده اللي احنا بنشوفه في واقع حياتنا يعني. ماشي. طيب نشوف حاله تانيه. دكتورة الحالة دي ايه اللي يمنع انها تكون مثلا اسمها الاي في ام، كورتيكال اي في ام؟ اي في ام فكرت تاخد اه كده لانه اجازه انا لما شفت ذاك الهايبرتروفايد سيجمنتاين فود سيجنال كده، جالي لي كده الشعور، نفس الشعور بالضبط. انت عاوز تقول ان ده دايليتد في؟ هل ده دايليتد في؟ بالضبط طب انا هوريك بعد بالضبط شويه حالا، هوريك حالا بعد شويه حاله، وهنرجع دي تاني ساعتها ونحطهم الاثنين جنب بعض. فين طيب فين فين النهارده؟ طيب خليني اوريها لك الاول، بما ان انت طرحت هذا الايه التساؤل. ثانيه بس، بالظبط كده. ماشي. ادي عيان عنده 34 سنه، جاي بسيفير هيدك. ماشي. ده عيان النهارده بالمناسبه، يعني اللي عنده لسه كسبان من نص ساعه مثلا. طيب وده اهو، خليك انت معايا بقى، انت اللي طرحت السؤال يا عيبان، صح؟ سلامك يا دكتور. طيب خليك معايا بقى، ايه رأيك في الحالة دي؟ ادي التي 2 ونشوف كلنا يا شباب مع بعض، وادي التي 1. عاوز تقول ايه؟ الحالة دي مفروض قدامك ربع دقيقة وتقول فيها كذا، لأن كل دقيقة فارقة مع العيان. طيب حد عاوز يقول حاجة مع زميلكم يا شباب؟ دكتور انا شايف انه في هايبو انتنس سبيسيكو بينج ليجن هايبو انتنس فين؟ موجودة في ال
دكتورة في البرايتل، يعني في الرايت برايتل رينج، اناتومي رايت في برايتل الفرونت برايتال جانكشن، لكن اقصد فرونت برايتل هايبو انتنسيف في التي 2. تيتو بالظبط، وفي تمام. كمان في الـ في الجريدينت او في الاس دبليو، طيب واخده بالظبط بلومينج في يعني. السستبتابيليتي عامله بلومنج ايه؟ بالظبط، جامد جدا، عامله بلومنج جامد قوي جدا. جدا. طيب وفي التي بالظبط 1؟ في التي 1 هي هيبر يعني انترميديت و انترميديت هاي انترميديت سيجنال وهايبر، صح تو هايبر. مظبوط. انت متردد ليه؟ عايزك في محتاجك سيجنال تقوله الكلام موجودة ورا فيها في بعضه كده، البريفرال يعني يعني ده ليه غير موجود في المكان الفلاني السيجنال على طول. لازم تدرب نفسك تقول سراوندد الكلام على بعضه، دكتور، سراوندد باي فازوجينيك إديما تقريبا. وسراوندد باي فازوجينيك اديم. اول سؤال، هنحط الحاله دي جنب الحاله دي، السؤال اللي كل يوم بنتساله، هو مين فيهم اللي هيماتوما ومين فيهم اللي هم الراديكال انفاركشن؟ مين الهيماتوما؟ يعني هنسمي ده العين رقم واحد وهنسمي ده العين رقم اثنين. مين الهيماتوما ومين الهيموراجيك انفاركشن؟ الهيماتوما العين اللي انا وصفته رقم ماشي معاه. واحد بالظبط كده، يبقى دي بالظبط، الهيماتوما ودي الهيموراجيك انفاركشن. ليه؟ ده السؤال يا شباب، شباب نوابنا، ده السؤال اللي بنتسأله كل يوم. زمايلنا في الأطفال بيقولوا لنا دي هيماتوما ولا هيموراجيك انفاركشن؟ عشان الماس افكت يعني هنا بالظبط، اوضح بكتير من الحالات، الحالة اللي فاتت الماس افكت او فيها له حواليه علاقة بالسايز، ملوش علاقة بال ملوش والسيجنال علاقة بال، سيراوندينج الديما. ما هو ده اديما بس اصلا، يعني يعني ده اصلا اديما. الفينس انفاركت الباثوجينيسيس بتاعه ميكسد سيتوتوكسيك اند سيتوتوكسيك اند ايه فازوجينيك اديم، فده اصلا اديم. لا القصة مش كده، القصة الهيماتوما هي بلاد حواليه شويه اديمه ماشي، لكن الفينس انفاركت هي اديمه فيها شويه بلاد. فهمتوا الفرق؟ يعني هنا دي اديمه وفيها شويه بلاد، لكن هنا ده بلاد ماشي له اول من اخر اهو وحواليه شويه اديمه. فهمتوا الفرق؟ واضحه؟ واضح ان هي مش واضحه. لا واضح واضحة، واضحة والله، واضحة واضح واضحة يا دكتور. تمام. طيب ما هو على الشاتنج بيقولوا واضح، يبقى دي اول نقطه ان دي هيماتوما وحواليها فيت قديم، ده مش فينوس انف. طيب حد عاوز يقول حاجه في الحلقه دي تاني؟ حد عاوز يضيف حاجه؟ حد عاوز يضيف حاجة للي عنده؟ عن هنقول له عندك انترا اكزال هيماتوما، انترا سريبرال دكتورة في هيمروج، فراكشر، دي دكتورة في مالفورميشن يعني في اي في ام، فتقريبا هيماتوما ان توب اوف اي في ام. بالظبط دي غالبا بليدنج اي في ام. شايف بقى الفينس ستراكشر اللي انت كنت عاوز تحكي عنه؟ بالظبط يعني. ماشي، وده الفين اهو ومكمل ومكمل وكبير ورايح يدرين فين؟ طبعا للاسف هو العيان ده كان جاي اون امرجنسي بيزس يعني، فما اتعملوش، اتعمل له ام ار اي از بارت من ستروك بروتوكول، فما كملوش لفوق. دي طبعا غلطه تكنيكال بس دول هم يعذروا فيها، لان هو العيان ما كانش جاي فور اسسمنت، يعني الام ار اي اللي اتعمل له اتعمل له از بارت من ستروك بروتوكول، فوقفوا عند هنا. فاحنا مش عارفين نشوف ايه الـ ايه الـ ايه الارتر اللي رايح للاي في ام دي، لكن قادرين نشوف الفين. يعني الفين اهو ومكمل وطالع ورايح يحط فين؟ في السيفير سيرتال سايتس. يبقى اذا ده عيان عنده 34 سنه ودي بليدنج اي في ام، محتاجين بقى نعمل لها الفول اسيسمنت علشان نحط لها السكور بتاعها ونشوف هيعملوا ايه في التريتمنت بتاعها. يبقى ده ينفع نوصفه كده ان ده فين والقصه دي، لكن الحاله الاولانيه ما ده جزء البلاد اللي موجود جوه الانفاركشن، ده مش ده مش ايه، ما هواش فين لوحده، يعني ده مش ايزوليتد فين ولا فيها فينس مال فورميشن ولا حاجه خالص ولا اي في ام ولا حاجه خالص. لما حطينا الحاله الثانيه بان الفرق بينهم وبين بعض. تمام كده. طيب نشوف حاله تمام كمان، حضرتك. مين هيقول؟ يا عبد الله ظبطت المايك ولا لسه؟ يا دكتور مع حضرتك. طيب يلا
ده عيان عنده اي حاجه؟ ما اعرفش بصراحه، يعني هنفترض ان عنده بشكل البرين كده 30 سنه وجاي يشتكي بسيفير هيد، ماشي؟ فانت قول لي عاوزين نفسر له هذا الهيدك الذي عنده، ولا ما عندوش وجاي بيتدلع ولا ايه؟ خلينا نقول ان هي في ميل عشان تبقى حكايه الدلع دي ماشيه معاها يعني. وأكيد في سر بس لسه هنكتشفه بقى. طيب في 24 حد في الميتنج، اللي هيكتب الحالة دي نورمال يرفع ايده. هو لا اللفت نورمال. سيجمويد ساينس في حاجة ولا أنا بتهيألي؟ في حاجة ايه؟ يعني loss of the signal void بتاعه. loss of signal void بتاعه بالظبط كده، ماشي. طيب في حاجة تانية عاوزة اضيفيها؟ so far عيني مش لاقطة حاجة لحد دلوقتي تانية. يعني mastoid air cells برضو مش يعني برضه فيه، مش عارفة هي دي حاجة حضرتك تقصديها ولا لأ، بس الماستويد اير سيلز مش كتير يعني الناحية دي، مش كلير يعني ايه؟ مش كلير ليت يعني أكيد يعني فيه ماستويدايتس. اكيد ان في اوباسيفايد ماستويد اير سيلز، ممكن تبقى ماستويدايتس ويبقى السيجمويد ساينس دي كومبليكي، السيجمويد ساينس ترومبوزس هنا دي كومبليكيشن من اوتوماستويدايتس، وممكن ما يكونش، يكون بالعكس، ده زي كونجيشن كده او فيوجن في الماستويد نمو. احنا ما نقدرش على قد الفحص ده نحكم في القصه دي، فما نقولش كلمه ماستودايتس دي ابدا الا اذا كان عندنا كلينيكال بيقول ان العيان عنده اوتوماستودايتس. امال بنقول ايه؟ بنقول اوباسيفايد ماستويد ايرسيتس بس كده، ماشي. طيب يبقى اذا ده ممكن يكون السبب، فلازم نذكره ونقول ان ده محتاج ايه، ان تي كونسلتيشن او كلينيكال كورليشن او وات ايفر التعبيرات اللي احنا بنستخدمها. طيب نرجع نكمل، وفي طبعا مهم جدا ما ننساش نعلق زي ما دكتوره اسراء بتقول لنا على الشاتنج، ان في ماكسيلاري ساينوسايت، مثل عندك جاي يشتكي بهيدك، ممكن يكون البرين بتاعه كله نورمال بس ما فيش فله لايه؟ الماكسيلاري ساينوسايت. طب لقينا سيجمويد ساينس ترومبوزس، نكمل بقى نعمل ايه؟ نعمل ايه لهذا MRV بقى العيان؟ MRV. ايه؟ ما خلاص شخصنا ساينس ترومبوز من غير ام ار في، ما نطلبش فحص. دايما في ناس عندها ايه الريكومنديشن ده، بيريكومند عمال على بطال. خلي بالكم العيان هيجي تاني وهيدفع فلوس تاني والناس معاهاش فلوس، فدي برضو لازم نكون ايه حنينين شويه، لان في بعض الكلينيكان طالما انت كتبت له فور كذا بيعمل الكذا ده على طول ما يفكر، ماشي. طيب يبقى ده عشان بس ما يبقاش في ايه، في ابيوز للريسورسز بتاعت المستشفيات، وما يبقاش فيه تعب للعيان. انت هتجيب العيان وترميه على جهاز الرنين تاني ويفضل يخبط في راسه يخبط في راسه قد كده. طب طالما الموضوع اتشخص يبقى هعمل، يعني انا هعمل ليه هنا ام ار بي؟ احنا عندنا شك ان دي ساينس ترومبوزس، هي ممكن ما تكونش ساينس ترومبوزس. لا بجد انا بسأل، يعني في الحاله دي هي ممكن ما تكونش ساينس ترومبوزس. اذا في لا هي اوقات غالبا احنا بنشوف ان مجرد لوس اوف السيجنال، بس بنشوفها مثلا ايه، بنشوفها في التي 2 بس، مش شايف سيجنال او اشوفها في التي 1 بس، لكن ده دي حاجه انا شايفها. يا ليه بسرعه كده ما لحقناش نقول حاجه؟ ده دي حاجه انا شايفها ريستريكتد في الديفيوز، ولوس اوف السيجنال فويد في التي 2 وفي التي 1 وفي الفلير وفي السسبتابيليتي، يعني في كل السيكونسز تقريبا انا خايف ان دي ساينس ثرومبوز. في الداعي ان انا اعمل حاجه ثانيه؟ لا انا هنا في الايمج العادي ده هعمل ايه؟ هبص على بقيه الساينسز، ماشي؟ الحاجه اللي بعد كده هشوف في بارينكيمال تشينجز ولا لا، لان في سكورنج للساينس ثرومبوزز، هل هو ايزوليتد ساينس ثرومبوزز بس ولا معاه اديما فازوفينيك اديما ولا معاه هيموراجيك انفاركت، ودول الثلاثة بيبقى فارقين في البروجنوزيس وفارقين في المانجمنت، ماشي؟ إذا ده معاه حاجة في البارينكما؟ لا مفيش معاه حاجة حاجة في البارينكما يا شباب؟ الوقت هيعدي يا أولاد، معاه حاجة في البارينكما؟ يا خبر،
لا ما لا هو مش باين، مش باين، مش باين. اما تنطقوا يا هداكم الله، ما تنطقوا. طيب نيجي نشوف الحالة دي، بس ايه خليكم معايا كده الله يكرمكم عشان نلحق نشوفها قبل ما اللينك يفصل. ايه رأيكم؟ ده طفل عنده 19 سنة، او كانت في ميل اكثر، عندها 19 سنة، جاية بتشتكي بالايه؟ انت مالكيش دعوة يا آلاء، ماشي؟ جاية بتشتكي بالسولنج ده، أوكي. ماشي؟ جاية بتشتكي بالسولنج ده. انا ماليش دعوة يعني، عشان انا المفروض اعرف، ما انا مش عارفة برضه عادي. يا حطيت اسكتي له يا الحالة بتاعتي بنت، اصلا، صح؟ اسكتي يا بنت، لا إله إلا الله، شوف أنا العظيم، والله العظيم، يا الله العظيم، مش عارفة أعمل إيه، والله يا رب أعمل إيه يا رب، استنى بس، ده والله العظيم حد مش يسبح في شكلنا. راسي عشان أنا كده. طب حد يجيب لي الحباية اللي تحت أي حد يعمل أي حاجة. اسكتي يا لا، اسكتي حبيبتي، انا اسكتي اللي بعتها اسكتي. لحضرتك اصلا. أنت اللي بعتها لي؟ انا بسأل، انا مش عارفه الحاله فعلا، مش فاكراها. اسكتي يا غلاء، اسكتي يا حبيبتي، اسكتي، استنى ماشي ما اقفل طبعا، عليك حاضر. المايك عشان خاطر ايه كده، بس يلا يا شباب وفكري معاهم، يعني بما ان سيادتك شكلك ما عملتيش حاجه في اللي احنا اتفقنا عليه. هنتكلم، عندنا ضيوف، ضيوف يروحوا وبعدين نتكلم مع بعضين. يلا ايه رايكم يا شباب في الحاله دي؟ ده تي 2، ده تي 1 وزاوت، ده تي 1 ويز كونتراست. حد يوصف؟ طيب عندنا ليجن فين؟ يا شباب ماشي، عندنا ليجن فين؟ عاوز حد يوصف. اولاد اللينك هيفصل، عايزين نشوف الحالة. مصرين تضايقوني والله العظيم، مصرين تضايقوني. اختارن يا إيمان، إيمان ايوه دكتور، مع حضرتك. اتفضل وصف الحال. هي واخدة ليفت، ممكن اقول ليفت شيك مثلا، وليفت التشيك ده مش وليفت أنا اوربي. تومكال، التشيك ده مش أنا تومكال لوكيشن، التشيك ده يبقى ليفت في الأدب الإنجليزي، التشيك ده مش أناتوميكال لوكيشن. ليفت تمبورال، واخدة كمان ليفت ماكسيلري، وطالعة لغاية الأوربت فوق. ليفت تمبرال، تقصدي في إيه بالليفت تمبرال ده؟ يعني تقصدي إيه بالليفت تمبرال؟ يعني إيه كلمة ليفت تمبرال دي؟ قصدي ليفت تمبورال بون، اللي هي طالعة لغاية. بون، يعني دي بون ليج. أنا شايفاها كوتينيوس وسب كوتينيوس ليجن، والبون تحتها كتينيس السكين اهو، بالظبط. سب كتينيس ماشي، لكن السكين اهو هي الكتينيس خالص، السكين ولا ألسريتنج، السكين زي الفل كونتينوس، ولا ألسري ولا حاجة خالص. سب كتينيس ماشي، سب كتينيس، وبعدين ودخل أنا عاوزة لغاية وصف، في سوفيس، عاوزة ودخل وصف. لغاية البون. اما احط حاله زي دي في امتحان تتوصف ازاي؟ احنا قلنا اي ماس في الدنيا بتتوصف ازاي، ربنا يفتح نفسكم، اي ماس في الدنيا اتفقنا بتتوصف ازاي؟ في دكتوره السايت سندس موجوده؟ على السيجما. مش موجود، عشان كانت بتقول احنا عاوزين سيشنز نتعلم نوصف ونعمل فيها زي الناس ما بيعملوا في الاف ار. نقول لها بنتي ما دكتور احنا ده اللي بنعمله. اتفضل. هتكون ال define irregular shape تمام. mass lesion centered upon the left masticator space. هايل، برافو عليك. اوكي، يبقى سوليد ماس ليجن سنتر ده ابون الليفت ماستيكيتور سبيس، وبعدين هاي يعني هاي سيجنال في تي 2، هايل. هيتروجينس لو سيجنال في تي 1. اوكي، انترميديات تلو في التي 1، موافقه جدا. والكونتراست الكونتراست واخذها هيتروجينس انهانسمنت. هيدروجينس انهانسمنت، هاي هيبقى فاضل ان احنا نحط الديفيوجن ونقول الباترن بتاعها في الديفيوج، ادي الديفيوج، ادي ده
ده الـ ADC وده الديفيو جنبه. ايه رأيك في الديفيوجن بتاعها؟ دكتورة في ديفيوجن ريستركشن انه الاي دي سي. مفيش ديفيوجن ريستريكشن. امال ايه اللي حاصل؟ ليه دكتور شايفينه هنا برايت؟ عشان اقول ديفيوجن ريستريكشن يبقى برايت لا في لا الديفيوجن. لا اللي على اليمين دكتورة الديفيوجن، واللي على الشمال الاي دي سي صح؟ بالظبط كده، ده لا الديفيوجن، لا ده ما فيش ريستركشن مفيش. لا ريستركشن. ده لان ده تي 2 شاين ثرو، من كتر ما هي برايت في التي 2 بتبان كمان في الديفيوجن برايت. لما نيجي في الاي دي سي هنلاقي كمان برايت، لما الاقي حاجه برايت برايت وهي اصلا برايت في التي 2 يبقى اعرف دي حاجه اسمها تي 2 شاين ثرو. الشباب الجينيورز يروحوا لمحاضره الديفيوجن ويعرفوها بالتفصيل. طيب كمل بقى يا دكتوره ابيان. هو دكتور هو ديستركتيف ليجن، يعني هو عامل ديستركشن للمندبل، للبادي بتاع المندبل، يعني عامل ايه في البادي بتاع المندبل؟ ديستركشن يعني تقريبا. ديستراكشن للبادي بتاع زعلتني يا رب. ما لا لا الكورتكس دكتور بتاع، لا 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 ما لا 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 الكورتكس بتاع الكورتكس، المندبل لها لا لا الكورتكس انتكت صراحة. هيبقى فاضل لنا نوصف ريليشن واكستنشن. الريليشن احنا بتاع قلنا المندبل هو ده سنتر. لو حبيت تقول سنتر ده على الاوربت وتبتدي منها اوكي، حبيت تقول سنتر ده على الماستيكيتور وتكمل منها اوكي. الليجن ده بقى بادئ من تحت من اول الانجل اوف ذا مندبل، سبكتيني بتاع الانجل بالظبط. اوف ذا مندبل، وفوق واصل لحد ما كل ليه انترا اوربيتال كومبوننت، اتنشن وناخد الانترا اوربيتال ده ويتوصف لوحده ان ده انترا اوربيتال ريترو اوكولر، وبعدين الاكستندنج من السبيريور اوربيتال فيشر، وفي وكأنه دخل وصل للانتراكرينيال اكستنشن، وصل بالظبط لل كده في الميكلز كيف او عند الكا. بعد كده في حاجه هنا في السبير اكستنشن مهم، اللي هي علاقته ايه بالجريتر وينج بتاع السفنويد بون؟ جريتر شايفين وينج. ده ايه علاقته بالجريتر وينج بتاع السفنويد بون؟ دكتورة تقريبا نفس السيجنال يعني. في اديما سيجنال وزن البون، بالظبط لكن بالظبط البون مش بيستراكت. بالظبط، دي نقطة مهمة، يعني الكورتكس سليم اهو، لكن بس في البون ثيننج دكتورة، في ثيننج للكورتكس ريلاتيف بتاع. ثيننج، والاهم ان في بون اديم، ان هي مارو اديم، ان في مارو اديمه في الجريتر وينج بتاع الاسفلويد بون. تمام. طيب ونكمل بقى الاكستنشن بتاعه ديب وكل ده. طب في حاجه تانية في الحاله دي؟ يعني احنا ده اللي جنب ده هنحطه على جنب وهنقول له ديفرنشال حالا دلوقتي، بس احنا زي ما احنا متفقين احنا بنشوف كل نطلع كل البوزيتيف فايندنج وبعدين نبقى نحط ديفرنشال. هل في حاجة تانية في الحالة دي؟ حاول دكتورة. حد يا شباب شايف حاجة تانية في الحالة دي؟ يا دكتورة آلاء، وتقدرين يا دكتورة في هو في فيسل دايليتد قوي على في ناحية فيصل الوسط. دايليتد في الوستيريور، في الليفت بوستيريور دكتور عايلين الحمد لله. في بالظبط فيزل دايليتد هنا، تفتكروا ايه الفيزل ده؟ يلا فاضل لنا اقل من دقيقة، ايه الفيزل ده؟ ده ما يكونش تحدثوا دكتور فيه اللي هو الريزيستنت بتاع التراجمينال ولا ايه؟ يا رجل يا رجل يا رجل يا رجل يا رجل، احنا في حتة تانية خالص. ده